هنا بادوش، البلدة الأم لتربية الجاموس في شمال العراق، وتحديدا غرب مدينة الموصل، لكنها قد لا تبقى كذلك بعد اليوم. فالعشرات من مربي الجاموس بدأوا يبيعون قطعان مواشيهم جراء الجفاف الذي أشعل فتيل أسعار الأعلاف وسط غياب الدعم الحكومي. والله تعبانين، حيل تعبان وضعية الجماسة، سبب الأمطار وغلاء العلف والتبن. كيف مدبرين يعني توفير الأعلاف؟ والله إيش مدبرين، والله يبيعون منها ويخلون عليها، نصها انباعت بالسنة اللي مضت، السنة الجاية نصها والحمد لله والشكر. تنتج هذه البلدة كل يوم عشرات الأطنان من حليب الجاموس، ويوجد فيها مئات المربين، لكن الواقع الذي يعيشونه اليوم صعب عليهم، فهم يبيعون من قطعانهم لإطعامها، ومن لا يمتلك أعدادا كبيرة لن يبقى لديه أي شيء منها. شان أكو دعم، بس بعد الدخول من ماكو، انتهى الدعم كله إن شاء الله. أكو ناس باعت حلالها؟ أي أكو، واني من ضمنهم. ما ضرعتكم شيء؟ لا. الثروة الحيوانية مهددة؟ حيل حيل مهددة، لقاحات ماكو، أدوية هذه بالبيطرية كلها تشتريها بالسوق السوداء. خطر كبير يهدد الثروة الحيوانية بصورة عامة في عموم البلاد، وسط مطالبات ومناشدات للحكومة بالتدخل وتوفير الدعم لمربي المواشي من أجل مساعدتهم على تجاوز تداعيات أزمة الجفاف. تهديدات كثيرة تلاحق الثروة الحيوانية في عموم البلاد وهنا في الموصل خصوصا، فأنا أقف اليوم هنا وخلفي ما تبقى من الجاموس في الموصل، ومن يدري قد نأتي في العام القادم ولا نجد شيئا من هذه الثروة الحيوانية إذا بقي الغلاء والقحط والجفاف وغياب الدعم الحكومي. من بلدة بادوش، محمود الجماسة، قناة التغيير.